ريان صيف خريجة آثار من بابل تخط على قطع صغيرة من الطين بالكتابة المسمارية، مجددة المخطوطات اللوحية لدى السومريين لتسهم في ربط العراقيين بلغة أجدادهم العائدة إلى آلاف الأعوام قبل الميلاد. من دمائك يا وطني خلقت الحرية، وبالحب تستمر الحياة، بعض ما تكتبه ريا على الطين بالمسمارية منذ بدء مشوارها قبل عامين لتسجل اسمها أول فتاة في بابل تعيد إنتاج الكتابة الأولى. تجربة كتابة نصوص مسمارية على الطين أني البنية الأولى ببابل. سويت معرضين، الأول كان بكليتي صار مؤتمر، المعرض الثاني صار بسنة 2019 بمهرجان عشتار تقرأ بمحافظة بابل. تويتر وإنستغرام منصتان تستخدمهما ريا لتقديم معلومات عن الآثار، جذبت اهتمام متابعين من دول مختلفة ولتسويق أعمالها وبيعها لزبائن في البصرة وبغداد وبسعر لا يتجاوز 10,000 دينار للعمل الواحد. وهاي الأمور هواية ناس قاموا يعرفوني، جتني متابعات من خارج العراق حتى من دول أجنبية، بدأوا يجون ويحجون وياي ويسألوني على المحتوى اللي أقدمه. باحثون في الآثار دعوا هيئة السياحة إلى عقد شراكات عمل مع ريان صيف والمشتغلين مثلها في مجال الآثار والتسويق لتنشيط سياحة الآثار، وخصوصا في بابل عاصمة أقاليم ما بين النهرين والمدينة المدرجة في لائحة التراث العالمي. يجب أن تكون هناك خطة مسبقة الحقيقة بين هذه الوزارات الثلاثة لاستيعاب مثل هذه الطاقات، خاصة يعني ما يتعلق بقسم الآثار والدراسات الآثارية. قارئة الطين، لقب تطمح بأن تصل إليه ريان صيف لتأثرها بعالم الآثار العراقي طه باقر، لتعيد لذاكرة العراقيين حضارتهم التي تأسست من الطين، لتعلم البشرية كتابة الحروف عبر التاريخ. من بابل حيدر الشلبي، يو تي في.